وينضم معنا من الحدود السورية التركية محمد النعيمي، مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. بداية، تقارير صحفية وأخرى من المنظمات الإنسانية تؤكد ازدياد الحالة الإنسانية سوءا في مخيم الركبان، من المسؤول عما يجري؟ السلام عليكم ورحمة الله. أولا أخي الكريم، لسوء الحظ لم أستمع إلى التقرير بشكل واضح، ولكن دعنا نتجاوز كون وسائل الإعلام تخنقنا بالوقت، نتجاوز عن الحديث بالمخيم بشكل عام ونتكلم عن الأسبوع الماضي حتى الآن. ما هي المستجدات؟ المخيم طبعا محاصر بقرار سياسي روسي. المخيم محاصر بقرار سياسي روسي، ويجب أن لا نحمل الحكومة الأردنية أكثر مما تحتمل، فهي بلد فقير وتستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري وفلسطيني. مخيم الركبان الآن هناك ليس المئات، تتجاوز العدد 10,000 بحالات الإسهال ومرض الكبد الوبائي. المسؤول الرئيسي عن الموضوع هو روسيا بالتواطؤ مع الأمم المتحدة. قبل قليل أبلغنا عبر السفير الفرنسي في عمان أنه سيتم إدخال المساعدات إلى مخيم الركبان، ولكن عن طريق الهلال الأحمر السوري الذي يعتبر وكر من أوكار العصابة الأسدية. المسؤول المباشر هو روسيا بس، ولكن هناك جيش العشائر هو على البوابة الطبية بين الحدود الأردنية ومخيم الركبان. هنا العتب الوحيد على الأخوة في الأشقاء في الحكومة الأردنية هو فتح البوابة الطبية، البوابة الإنسانية، أما إدخال المساعدات هذا عن طريق الأمم المتحدة المتواطئة بقرار سياسي مع روسيا ومع النظام ومع كل القوات حتى يمكن إدخال المساعدات إن أرادت طبعا أمريكا، أو يعني إذا أراد أن لا نقول أن أمريكا غير متواطئة، يمكنها إدخال المساعدات عن طريق العراق. طيب يعني لماذا يفرض النظام هذا الحصار المنظم كما تقولون على سكان المخيم؟ يعني ما الذي يمنع أيضا سكان المخيم من العودة؟ هذه سياسة اتبعها النظام، والنظام وروسيا على كل اللاجئين في كل أنحاء العالم وليس على مخيم الركبان فقط، وهو للضغط على النازحين واللاجئين للعودة إلى النظام، طبعا لتجديد الشباب ولتقديم صورة إلى العالم أن الوضع آمن في سوريا ومهيئ لإعادة الأعمار. وهذا الكلام غير صحيح، لأنه الأسبوع الماضي فقط كان بعض وجهاء المخيم، كان هناك شبه مفاوضات بين النظام ووجهاء المخيم ورفضوا العودة القطعية إلى النظام. الحل أخي الكريم، الحل الرئيسي، الحل الأول هو لابد من الأمم المتحدة أن تتحمل للحد الأدنى من مسؤوليتها وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المخيم. الأمر الثاني، إذا كان الحل السياسي متأخر، لابد من نقل الحالات الإنسانية أما إلى الأردن أو إلى الشمال السوري، وفي الحالتين هذا لابد من توافق دولي. ومؤسف جدا أن يتم جر قضية إنسانية إلى وحول السياسة بهذا المضمار. طيب ما الذي يمنع من تدخل الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، وما دوركم كمنظمات سورية للتخفيف من معاناة النازحين؟ سيدي الكريم، نحن على تواصل شبه ساعي، قلت لك قبل قليل يعني منذ ساعتين تقريبا لقينا نبأ من السفير الفرنسي في عمان، وقال سيتم إدخال المساعدات. الأمم المتحدة متواطئة علنا، هي مسؤولة، هي زي جريمة أخلاقية وجريمة إنسانية متواطئة الأمم المتحدة مع روسيا والنظام الأسدي في سبيل الضغط على النازحين للعودة إلى حظ النظام كما يقال. هذا الموضوع على جميع الدول، إن كان تركيا أو الأردن أو فرنسا أو الاتحاد الأوروبي، التحمل للحد الأدنى من مسؤوليتها وإنقاذ الواقع الإنساني. طيب، بعد هذه السنوات من المعاناة للنازحين، ما الحل برأيكم وسط هذه الدعوات الروسية للأهالي بالعودة؟ سيدي الكريم، لا يمكن الحل الرئيسي للاجئين بشكل عام وللنازحين في مخيم الركبان هو حل سياسي. أنا لست ضد موضوع الحل السياسي أيا كان. الحل السياسي إن لم يقضي برحيل الأسد وتفكيك منظومته الأمنية، هذا الشعب لن لا يستطيع العودة، فقد الثقة بروسيا وفقد الثقة بالنظام الأسدي، فلذلك لن يعود. الحل الرئيسي هي بذهاب هذه الطغمة الحاكمة. أما الحل الآني وهو الحالة الإسعافية، لابد من التدخل الدولي. أنا أناشد عبر محطتكم الكريمة الحكومة الفرنسية والحكومة التركية وكل منظمات المجتمع المدني الإنسانية في العالم للتدخل، لأن هناك نحن بحاجة يوميا إلى 20,000 كيلو أو 20 طن من الطحين يوميا. لدينا هناك أكثر من 23 الآن وأنا أكلمك، لدينا أكثر من 23 حالة مخاض واقفة على الساتر الحدودي بحاجة انتظار دخول الولادات القيصرية إلى الأردن.
إذن الأردن هي الخاضعة لقرار سياسي، ونحن نقدر هذا الموضوع، ولكن يدعوا فقط يتركوا الباب الإنساني أو البوابة الصحية لإدخال الحالات الإسعافية للأردن. من الحدود السورية تركيا مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين السيد محمد النعيمي، شكرا جزيلا لك.